مفيش شك ان الاسعافات الاوليه هي حاجه مهمه جدا، والمؤسسات الطبيه في العالم كله بتوصي او بتوصي الاسر في البيوت بضروره معرفتها، لانها بتكون سبب من الاسباب في انقاذ الحياه لا قدر الله لو حصل اي ظرف طارئ او مكروه. علشان كده تم اطلاق اليوم العالمي للاسعافات الاوليه، وده بيكون في شهر سبتمبر. ده اللي بيخلينا نطرح سؤال النهارده في صباح الخير يا مصر: ازاي ممكن نتعلم الاسعافات الاوليه، وايه الادوات البسيطه اللي لازم تكون موجوده في كل بيت وتكون كل أسرة على دراية بيها علشان تساعدنا أو تساعدها لو حصل أي حاجة؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة ياسمين شريف، مدرب إسعافات أولية بالهلال الأحمر المصري، اللي مشرفانا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك، بشكرك جدا طبعا على الاستضافة دي، وإن أنتوا كنتوا جزء من اليوم بتاع النهاردة. احنا اللي بنشكر حضرتك على وجودك معانا طبعا، يعني في ساعات الصبح البدري. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. اهلا بحضرتك. أهلاً دكتور. اكيد في اسعافات اوليه لابد ان كل اسره تكون على درايه بيها، او الحد الادنى حتى من الاسعافات الاوليه اللي لازم كل اسره تعرفها، ايه هي بقى؟ ايه طبعا، هو الاسعافات الاوليه هو علم لكل الناس، يعني كبير صغير، كل الاسر، متعلم او غير متعلم، هو كل الناس المفروض تعرف اسعافات اوليه. ويمكن أنا هاخد من كلام حضرتك إن الإسعاف الأولي ده هو بيساوي إنقاذ حياة شخص. يعني أنا لو قدرت أعمل إسعاف أولي، أنا كده أنقذت حياة شخص إن هو لا قدر الله يموت أو عيلته تفقده أو حاجة. يعني يمكن وده اللي بيخلينا نعمل يوم زي اليوم العالمي للإسعافات الأولية، أو بيخلينا نعمل نشاطات علشان الوعي ينتشر أكتر. صحيح. عشان نقدر نخلي الثقافة دي تنتشر ويبقى ناس كتير. احنا النهاردة ممكن نبقى مسافين، بس بكرة انا ممكن ابقى انا المصاب بعد الشرع. يعني بتشرع عن جميع طبعا، بس في الوقت ده انا هحتاج انه في ناس كتير قوي حواليا يبقوا عارفين اسعافات اوليه عشان يقدروا يسافروا. يتعاملوا معايا ازاي على الاقل؟ دكتور، يعني كنا كتير قوي بنشوف انه بعض الناس مثلا بيحصل لهم نوبات، حتى خلينا نقول صرع او حالات في القلب، انا حتى ما بتكلمش على الحاجات الجروحات البسيطه او كده. بعض الحالات الصعبه شويه بسبب ان هي ممكن حد اتاخر عن انقاذه، كان ممكن انقاذها حتى من ان هي تبقى في العنايه المركزه او بس بمجرد اسعافات اوليه سريعه. وبمناسبه ان حضرتك قلتي عشان كده تم تخصيص يوم عالمي للاسعافات الاوليه، حابه اعرف الانشطه اللي بتقوموا بيها في اليوم ده ايه، وازاي بتزيدوا الوعي في ضروره معرفه الناس بالاسعافات الاوليه، ولو ليكوا منصات الناس تقدر تتابعها. هي الهلال الاحمر المصري هو عنده كورس متكامل للاسعافات الاوليه عباره عن 3 ايام. الكورس ده بيبقى في اليوم الاول هو الدعم الحياء الاساسي، واليوم الثاني والثالث هو بيتكلم على الاسعافات الاوليه بكل تفاصيلها. الكورس ده بيقدم في الهلال الاحمر المصري من خلال فئه كبيره، يعني حاجه زي اللي معانا على الشاشه دلوقتي يا دكتور، يعني معانا ماتيريال كده على الشاشه دلوقتي بالظبط. ده بيبقى جزء من الكورس، ده الجزء العملي من الكورس. بيبقى فيه شرح نظري، والمتدربين بيقوموا بالاجزاء العمليه من الكورس. ده بيقدم في الهلال طول السنة، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ومؤخرا بقى عندنا كمان لأخواتنا الصم والبكم بقى عندنا يعني برنامج ليهم خاص بيه. طيب بنعمل إيه أنشطة تانية؟ بنعمل دورات تنشيطية كل فترة عشان الناس تفتكر. بنعمل كمان بعض يعني الأيام التوعوية في خلال السنة كلها، في النوادي، في المدارس، في الجامعات. يوم زي اللي احنا فيه النهارده انا جايه يعني حضراتكم تشرفتوا واستضفتوني علشان نتكلم على ده وعشان ننشر الوعي اكتر. بنعمل ده برضو في النوادي من خلال فريق كامل متكامل من الهلال الاحمر المصري، من مدربينه ومن اطبائه، بينزلوا على ارض الواقع يعملوا توعيه للناس، سواء في الشوارع سواء في النوادي او من خلال المبنى الرئيسي بتاع الهلال الاحمر المصري، المركز الرئيسي في مكرم عبيد، او الفروع المختلفه. احنا لينا فرع في كل محافظه من محافظات مصر. يمكن دايما لما ببقى موجود مثلا في مكان وبيحصل فيه حادث لا قدر الله، يعني بلاقي اول حاجه الناس بتقولها: ابعدوا عن الشخص، ابعدوا عن المصاب، ارفعوا رجله. عاوزين نعرف بقى الحاجات دي بتبقى صح او غلط. واحيانا كمان بيبقى لا، ما تشيلوش غير لما يجي الاسعاف، ما تحركوش من مكانه غير لما يجي الاسعاف. لان عاوزين نعرف الكلام ده طبيا صح ولا غلط، وازاي اقدر ان انا اتعامل لا قدر الله. زي ما قلت يمكن بسنت ضربت مثال بالصرع، في ناس احيانا كتيره بتبقى موجوده حوالينا ومره واحده يحصل له نوبه صرع. صح. في بعض الاشخاص بتخاف منه وتبعد عنه. صح. اتعامل ازاي في الموقف ده؟ هايل.
طيب هو احنا سألنا سؤال فيه جوانب كتير كده. ايوه فخلينا نجزأه الاجزاء شويه. احنا اي حادثه بنشوفها في الشارع هي اول حاجه بندخل بنقول الناس توسع او تبعد. فهل الناس بتستجيب؟ هو الحقيقه انه الناس ما بتستجيبش. العربيه بتبقى عاوزه تتفرج. هايل. طيب الناس ازاي تستجيب؟ تستجيب عن طريق ان انا اعرف نفسي، مش بقول السي في بتاعي بس، بقول انا فلان الفلاني بعرف اسعافات اوليه. هنا هتلاقي الدايره بدات توسع شويه. طيب ازود الثقه عند الناس ازاي؟ ان انا ابدا اشرح للناس انا بعمل ايه. وهنا تيجي اهميه ان انا يبقى عندي المعلومه الصحيحه. طول ما انا بشرح للناس انا بعمل ايه، طول ما الناس هتبدا تحس انه انا فاهم انا بقدم اسعافات. وعلى فكره المصاب بتاعي لو واعي ده هيطمن المصاب اكتر واكتر. عندنا خطوات في الاسعافات الاوليه اسمها خطوات المسح الاولي. افحص، اتصل، اعتني. هما ثلاث خطوات. افحص، اتصل، اعتني. اوكي. اول خطوه هي خطوه افحص. طيب ايه اهم حاجه في افحص؟ دايما الناس تقول لك نفحص المصاب، نشوف المصاب. بس الحقيقه انه اول خطوه ان انا ما بقاش المصاب رقم اتنين. فلازم بمعنى ان انا لازم افحص المكان. سلامتي واماني اهم حاجه. يعني ما اشوفش حادثه فجري عليها بسرعه والاقي عربيه جايه تخبطني. او ما ادخلش في مكان فيه كهرباء وانا مش واصل التيار. ما ادخلش في مكان فيه ازاز على الارض واقعد على الارض فالازاز ده يعورني. انا لازم سلامتي دي اهم حاجه. ما نزودش عدد المصابين. دي اهم حاجه. طيب بعد كده، بعد ما اشوف امان المكان، بعد كده بشوف وعي المصاب. هل المصاب ده واعي ولا فاقد للوعي؟ ده يهمني جدا، لان المصاب الواعي ده كنز ربنا بعته لك. يعني هيقول لك بقى انا تعبان وعندي سكر وايدي بتوجعني ورجلي بتوجعني وانا مش قادر اتحرك. لكن المصاب الفاقد للوعي هنا انا بتخض. ليه؟ لانه هنا في حاجه كبيره تستدعي ان انا انقل على الخطوه اللي بعديها اللي هي خطوه الاسعاف. رقم الاسعاف عندنا اسهل رقم في الدنيا هو 1 2 3. وارقام الطوارئ احنا بنقولها مفرده، يعني مش 123، هي 1 2 3. وبنطلب جهاز كده اسمه جهاز الصدمات القلب الالي. وطبعا لازم ابلغ الاسعاف بعدد المصابين. كمان انا فين بالظبط، يعني عشان الاسعاف تجي لي بسرعه. دايما بنقول الاسعاف بتتاخر. طيب ما انا ما عملتش اللي عليا وبلغتهم بالمكان بالتحديد، ودي حاجه مهمه جدا. حاله المصاب، هل واعي ولا فاقد للوعي؟ وبعد كده لو المصاب ده زي ما قلنا هو فاقد للوعي، فانا محتاجه اطمن على نبض ونفس المصاب. بعد كده ببدا اخد خطوات تانية. دي اهم خطوات، ثلاث خطوات اللي هو افحص، اتصل، اعتني. انا باخد بالي من المصاب بتاعي. طيب ايه الادوات اللي انا محتاجاها تكون معايا طول الوقت، سواء في البيت، خلينا نتكلم على امهات اللي عندها اطفال صغيرين اشقياء شويه خايفين عليهم، او في العربيه لو انا ماشيه في طريق، عشان لو انا عارفه او مش عارفه اسعافات اوليه عشان اقدر بيها اساعد لو في حد محتاج، او معايا حتى طول الوقت ليا انا عشان لا قدر الله لو انا اللي حصل لي حاجه. بعد الشر يا رب. هو الادوات هي ادوات بسيطه جدا. هو الاسعافات الاوليه مش بتحتاج ادوات معقده. هو انا ممكن شويه شاش وعباره عن جلافزات تكون معايا، ده كافي. طب انا نفترض ان انا معيش ده، احنا مش كلنا طول الوقت ماشيين بشاش وجلافز في ايدينا او القفازات الطبيه يعني. طيب هل انا ممكن احمي نفسي عن طريق ان انا البس كيس معايا في عربيتي مثلا او معايا في شنطتي؟ انا مش محتاج اكتر من كده. طيب انا دلوقتي عندي نزيف، فانا محتاج اضغط ضغط مباشر على النزيف ده عشان اوقفه، فانا كده محتاج ضماده او شاش. طب انا ما عنديش، ممكن اعمل ايه؟ اي قطعه قماش حواليا ممكن استخدمها. لو انا عايزه اعمل جبيره الكسر مثلا، فانا ممكن استخدم اي قطعه خشب حواليا. فهو الاسعافات الاوليه انا مش محتاج ادوات معينه، حاجات بدائيه اكتر. بالظبط كده. هو انا الاسعافات الاوليه دي هي الرعايه الفوريه اللي انت بتقدميها للمصاب لغايه لما عربيه الاسعاف تجي لك. انا مش محتاج يبقى عندي ادوات معقده او حاجه كتير علشان اقدر اعمل. مفيش مشكله ان انا يتوفر عندي دايما قفازات طبيه، يتوفر عندي شاش، يتوفر عندي بتادين في حاله تطهير الجروح البسيطه. بس لو ما اتوجدش انا ممكن اطهر الجرح بميه وصابون، مفيش مشكله. حضرتك بنتي دكتور، ارجع للجزء الثاني من السؤال الكبير شويه اللي احنا سألنا. فكره لو لقيت حد، احيانا بيبقى حد واقع او حادث اصطدام بسياره مثلا، والاشخاص يقول لك ايه الموجودين في المكان ما تحركوش. ايه العلامات اللي بناء عليها بقرر لا ده يتحرك عادي واشيله، ولا لا خليني موقف الطريق لحد ما تيجي اسعاف علشان هي اللي يتحركوا حسب الارشادات الطبيه السليمه، عشان لو عنده كسر ما يبقاش فيه مضاعفات؟ موقف الطريق ده موقف الناس يعني، موقف الناس. واحنا متاخر بقى، واحنا متاخر وبنتضايق ان احنا متاخرين على الشغل. طيب خليني اقول لك على حاجه، ان احنا عندنا قاعده اسعافيه بتقول ان احسن مكان لاسعاف المصاب هو مكان الاصابه. صحيح. تمام. الا اذا كان المكان خطر. يعني ايه خطر بقى؟ مش يعني نص الشارع. نص الشارع ده بالنسبه لي مش خطر، انا ممكن اوقف الطريق.
لكن خطر ده معناه انه في مصدر خطوره عالي على المصاب. يعني المصاب لو يعني هديك مثال صعب شويه، المصاب ده لو جوه عربيه والعربيه دي مقلوبه بالمصاب والمصاب واعي والعربيه مش هتولع او ما فيهاش دخان او تسرب بنزين او كده، سيبه جوه العربيه لغايه لما الاسعاف تيجي طول ما هو واعي. فعلا ده اول حاجه الناس بتعملها، بتطلعه بيمرمطوه عشان يطلع بالظبط. طيب لو مصاب في نص الشارع يلا ننقله للرصيف علشان الشارع يمشي، طب هل ده صحيح؟ لا للاسف، لانه ممكن وارد جدا يكون عنده اصابه في الراس والعمود الفقري. طب لو انا عندي اصابه في الراس والعمود الفقري ايه اللي ممكن يحصل المصاب ده؟ ممكن حاجه من الاثنين، يا اما يتشل يا اما يموت. هو المصاب مش بس هل في علامات يعني ده بشكل عام لا خليه مكانه، ولا في علامات انا لو شفتها رؤى العين كده اعرف اقول لا ده نقدر ننقله لا ده نخليه؟ هايل. طيب خلينا نقول انه اكيد في علامات، يعني انا لو مصاب طالع من حادثه عربيه فده انا بشك بنسبه كبيره ان هو عنده اصابه في الراس وعمود فقري، فده لازم احركوش يعني بثبته مكانه. بنتعلم ده في الكورس كمان، ازاي نثبت المصاب ده في الشارع لغايه لما عربيه الاسعاف تيجي. بس مصاب مثلا دايخ او حاسس ان هو زي ما بنقول كده بالمصري هيغمى عليه، هل ده ممكن احركه كده معايا شويه؟ اه. لكن مصاب زي مصاب الازمه القلبيه مثلا، مصاب الازمه القلبيه انا مهما يعني شفت اعراض الازمه القلبيه انا ما ينفعش احركه من مكانه. ولو قررنا ان احنا نحركه فيجي اشخاص مدربه تشيله، ما ينفعش يتحرك. فبناء على ايه نحرك المصاب وما نحركش المصاب؟ اهم حاجه ان انا المفروض في معظم الاصابات ما بحركش المصاب طول ما المكان امن. طيب في اوقات ممكن احرك فيها المصاب تبقى عن طريق اشخاص مدربه تقدر تحرك المصاب ده اذا كان المكان خطر او في اهميه لنقل المصاب، غير كده هو مكان الاصابه انا اللي بعمل. طيب بالنسبه للشخص اللي دايخ ده والناس حركته شويه على جنب وقعدوا فعلا وقع من طول واغمى عليه، بنشوف ساعات من التصرفات الخاطئه انه في ناس كتير قوي بتتلم حوالين المصاب ده وبالتالي ما بيقدرش يتنفس. ف يعني ايه الطريقه الصحيحه والاسعافات الصحيحه للشخص اللي فقد وعيه؟ هايل. يعني هو يا ريت الناس بتتلم بس، ده بيطلع بقى برفيوم وبصل ويعني وميه وحاجات كتير، بس الحقيقه انه المصاب ده اهم حاجه هو فاقد للوعي. فانا بتصل بالاسعاف وبطلب جهاز اسمه جهاز الصدمات بشوف نبض ونفس. لو انا لقيت نبض ونفس بالمصاب ده فانا بحطه في حاجه اسمها وضع الافاقه وده بنتدرب عليه. طيب لو ما فيش نبض ونفس بنعمل له عمليه اسمها عمليه انعاش القلب والتنفس اللي هي عمليه السي بي ار. دي عباره عن الضغط على القلب بالظبط، مجموعه من الضغطات يليها تنفسات، عدد من التنفسات بنتدرب عليها خلال الكورس. لازم طبعا يعني اللي يقوم بيها اشخاص مدربه. لسه كنت اقول على الموضوع يعني ليه تكنيك معين مش طبعًا. فكره اللي انا يعني لا خالص، يعني ابسط شيء ان انا ابقى عارف مكان القلب فين. الناس دايما بتفتكر ان مكان القلب في الشمال، هو مكان القلب في منتصف الصدر. فانا لازم ابقى عارف مكان القلب فين، لازم ابقى عارف ازاي افتح ممر الهواء، ازاي ادي تنفس صناعي، بعمل كام ضغطه زي ما احنا شايفينه على الهواء كده بالظبط كده، وعددهم قد ايه. كل ده حاجات مهمه جدا ان انا اقدر اعملها للمصاب. لازم اتدرب عليه. ليها عدد معين؟ اكيد طبعا ليها عدد معين، وقت معين، وسرعه معينه، وتكنيك معين، وده اللي بيتم بقى في الكورس بتاع الاسعافات الاوليه اللي موجود في الهلال الاحمر حتى المصر. قوه ضغط معينه كمان اكيد، حتى قوه ضغط. يعني احنا في الشخص البالغ احنا بننزل الصدر من 5 ل 6 سنتي. رقم كبير جدا. بس برضه هو تكنيك، يعني انا لو تمكنت منه انا ما اعرفش ده هكسر له ضلوعه يعني بالظبط كده، هنزله 5 6 سنتي دلوقتي. بالعكس هو انا لو بعمل صح انا بضغط على عظمه القص اللي هي عظمه في النص، هي عظمه قويه جدا ما بتتكسرش. معنى ان انا ضغطت على الضلوع كسرتها، ده معناه ان انا بضغط في مكان غلط اصلا. يعني صحيح. انا بعمل ضغطات غير فعاله. طيب يعني احنا كده عرفنا انه لو شخص فقد للوعي بنتمنى انه ما حدش هو اللي يرتجل يعني ويعمل حاجه زي دي. ويمكن كمان دي نصايحك انه بلاش احنا نتدخل لو احنا مش عارفين. صح. نساعد الشخص ده. بتمنى الناس بصراحة تكون بتسمعنا وتاخد بنصيحتنا، لأن الموضوع فعلا بيبقى بيكلف ناس أرواحها للأسف. بالزبط. لو حضرتك تنصحي الناس إن هي يعني تاخد الكورس ده تقول لهم إيه؟ أقول لهم إن إحنا محتاجين ننشر الوعي ده في كل مكان. أبواب الهلال الأحمر المصري مفتوحة لكل الناس، اي حد يعني تم 16 سنه ممكن يقدر ان هو ياخد الكورس بسهوله جدا. هو كورس لمده 3 ايام في المركز العام لينا في مكرم عبيد. الكورس ده مكلف؟ طيب خليني اقول لك على حاجه، هو
مش مكلف قوي يعني سعره مقارنة بالكورسات لو هي بتتاخد في أماكن كتير بره. فهو سعر الهلال الأحمر المصري مش السعر العالي، بالعكس هو بيقدم خدمة كبيرة جدا بكواليتي عالية جدا بسعر يعني يعتبر لو احنا نقارن بأماكن كتير فهو سعر بس قليل. الكورس ده هو الهدف الرئيسي منه حماية للنفس مش شغل؟ لا، الكورس ده الهدف الرئيسي منه حماية لنفسي وان انا اقدر والمحطين بيا واقدر انقذ اي حد بقى مني اهل بيتي او ان انا انقذ حد في الشارع ما اعرفوش. وفي ناس بتبقى محتاجه الشهاده لانه بعد الكورس بياخدوا شهاده من الهلال الاحمر المصري، شهاده قويه جدا مدتها سنتين لان الابحاث بتاعتنا بتجدد كل سنتين. احنا مش بنقول معلومات كده، احنا مستندين على مراجع قويه جدا، حاجات علميه متخصصه، هي جمعيه القلب الامريكيه والاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر. فهم بياخدوا شهاده، فبعض الناس بتبقى محتاجه الشهاده دي في شغلها برضو كحاجه في السي في يعني. بعض الاشغال لو في حالات غرق، حلو، الناس تتصرف ازاي؟ حالات الغرق، اول حاجه دايما الناس اول ما تشوف واحد غرقان يلا ننزل نجيبه. فبيغرق واحد ورا التاني. وده بنشوفه كتير جدا بيحصل كل سنه. صحيح. يمكن بيتكرر. فاول حاجه بنقولها في الغرق انه لو انا ما بعرفش انقذ مصاب، يعني ايه ما بعرفش انقذ مصاب؟ ما بعرفش اعوم اصلا يعني. لا، دي بدايه الكلام. طب يعني انا عايزه اقول لك على حاجه تاني بقى يعني. لا، في ناس بتندفع من وازع حس او وازع، لا وازع عاطفي كمان مش اكتر، وانزل الاقي نفسي انا احنا الاثنين بقينا يعني في الهواء سوا زي ما انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. انت عارف مين اكتر ناس بتغرق؟ الناس اللي بتعرف تعوم. لا والله. اصل اللي ما بيعرفش يعوم بيخاف برضه. صح. هو يعني لكن اللي بيعرف يعوم ده بينزل، بياخد الجرأة وينزل. هي الفكره هنا مش ان انا بعرف اعوم، الفكره ان انا واخد دوره انقاذ، والانقاذ البحري غير الانقاذ النهري. صحيح. غير الانقاذ في حمامات السباحه، فدي اهم حاجه. طب انا لو مش واخد دوره انقاذ انزل اجيب مصاب؟ الحقيقه لا، ما هو سلامتي اولا برضه. طب انا ممكن اعمل ايه؟ ارمي للمصاب ده طوق نجاه او حبل او انادي على المنقذ اللي موجود على الشط ان هو يقدر يساعدني. طب المصاب طلع لي بقى، ده بقى خلاص بقى، ده بقى مسؤوليتي. بشوفه اذا كان واعي ولا فاقد للوعي. لو واعي بدفي المصاب كويس لانه ممكن البروده الشديده تؤدي لاصابه للمصاب ده، باخده على المستشفى عشان اطمن عليه. لو فاقد الوعي بنرجع تاني للخطوات بتاعتنا ان احنا نتصل بالاسعاف ونطلب جهاز الصدمات ونشوف نبض ونفس وبعدين ناخد قرار. في ناس كتيرة بتعمل غلطة كبيرة قوي انهم اول ما يلاقوا حد بيغرق يروح عشان ينقذوه، فاللي بيغرق بيمسك فيهم اكتر فهم الاثنين يغرقوا. بالظبط يعني، حتى احنا بالمصري بنقول الغرقان بيتعلق بقشاية يعني. صح. هو فكرة التعلق ده هو بيتعلق باول حد بيقرب منه بياخده معاه، فهي دي المشكلة. فلازم يبقى الموضوع فيه عناية، وزي ما قلتي سلامتك اولا يعني، مش فكرة اللي انا نازل والشهامة وننزل، لكن اهم حاجة سلامتي، انا اكون امن علشان اقدر اخلي اللي حواليا هو كمان يعني امنين بشكل عام. مظبوط. دكتورة ياسمين شرفتينا، ويعني الشرف ليا والله، سعداء بوجود حضرتك معنا في صباح الخير يا مصر على هذه المعلومات القيمة. دكتورة ياسمين شريف مدرب اسعافات اولية بالهلال الاحمر المصري، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم ولاستضافتكم الكريمة. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع تاني، خليكم معنا.